وغيره من العلماء، ويعني مما يحضر أيضا أن في غير رمضان كان الجد، يعني الجد نتاع الشيخ محمد الحسن الدبي هو معروف العالم الموريتاني، قال كان يختم القرآن كل 3 أيام ختمة تدبر وتعقل وقراءة مستخرجا منها الأحكام، حتى أنه كان يقرأ من فجر، يعني من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس 20 حزبا، وعندما يقرأها يقول لهم وجدت الحكم كذا في الآية كذا، ووجدت العبرة كذا في آية كذا، يعني قراءة تدبر وتبصر. فلا بد للإنسان أن يرعى هذا في شهر الصيام. ثم الشكاية الوحيدة التي شكاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي شكاية ترك الناس للقرآن. احنا كما قلت سابقا في بداية المحاضرة نجد الناس أنه في رمضان يقبلون على القرآن، يقبلون على الصلوات، يقبلون على فعل الخيرات، هذا شيء جميل، هذا شيء جميل وجيد، ولكن على الإنسان ماذا؟ على الإنسان أن يجعل من هذه الأعمال التي يعملها في رمضان مطية ومركبة للسير بها في سائر حياته. أنت الحمد لله في رمضان ختمت 3 ختمات، 4 ختمات، إلى 10 ختمات أو غير ذلك، لماذا لا تكون لك ختمة في الشهر سائر العام؟ يجي رمضان زيد لأنه موسم العبادة. وهكذا كنت تصلي التراويح 10 ركعات أو 8 ركعات أو غير ذلك مما اتفق عليه العلماء، تجعل لنفسك ليلة، كل ليلة ركعتين تقوم بها الليل حتى يضوى عليك بيتك، وتكون في ذلك يكون بيتك نجمة من نجوم الأرض كما أن السماء فيها نجوم من نجوم السماء. وهكذا كل العبادات، كنت تتصدق أنت تتصدق بدينار، كنت تصوم الشهر كله أن تصوم ولو يوما واحدا في الشهر، أو أن تتخير الفضائل فتصومها في سائر العام، الشهر كله أن تصوم ولو يوما واحدا في الشهر، أو أن تتخير الفضائل فتصومها في سائر العام، وهكذا حتى تسير إلى الله سبحانه وتعالى، وتجعل من رمضان مدرسة لتوثيق العلاقات الربانية مع الله سبحانه وتعالى. قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم شكى الشكاية الوحيدة إلى ربه سبحانه وتعالى، وهي هجران القرآن، كما قال الله تعالى في سورة الفرقان: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني هجروا القرآن. وهذا الهجران هو الذي قال عنه الإمام النووي رحمه الله، قال: هجران لقراءته، هجران لتدبره، وهجران للعمل به. الناس أصبحت لا تعمل بالقرآن، الناس أصبحت لا تتدبر القرآن، الناس أصبحت لا تقرأ القرآن، قس على ذلك. ثم بعد ذلك الدرجة الثالثة، وهي درجة الإحسان، قد ذكرنا قلنا ظاهريا وباطنيا وحسيا، والحسي هي أن تعبد الله سبحانه وتعالى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهي الدرجة الثالثة الذي قال عنها إمام أبو حامد: خواص الخواص. ربما الإنسان يقول لك احنا خلينا نلف العواب، خلينا نلف الخواص، هذه خواص الخواص صعيبة علينا. لا، ليست صعبة، إنسان عليه أن يسعى إليها، ولكن الله عز وجل يجازيك على سعيك ويجازيك على نيتك أكثر مما يجازيك على عملك. الإنسان يسعى إلى هذه الدرجة السالية حتى وإن لم يصلها، حتى يكتب له الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث، هو حديث صحيح، يقول فيه عن القاضيان، القاضيان إثنان، مصيب ومجتهد ومصيب ومجتهد ومخطئ، فقال للمصيب له أجران وللمصيب والمخطئ له أجر، يعني على سعيه. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول في حديث آخر: إنما يجازيكم الله بنياتكم أكثر مما يجازيكم بأعمالكم. فالإنسان تكون نيته أن يسعى إلى الدرجة الثالثة ويصعد إليها، فإن وصل إليها كان له ذلك أجر النية وأجر العمل، فإن لم يصل إليها كان له أجر السعي. وهذا هو المطلوب من الناس، مطلوب من العباد أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى بحق وحقيقة حتى يصلوا إلى درجة خواص الخواص. وهذه الدرجات الثلاثة لن يصل إليها الإنسان إلا بشيء واحد، هذا الشيء الواحد يتمثل في المحبة، المحبة الخالصة للمعبود،
والمحبة الخالصة للإنسان في حد ذاته للصالحين وللإخوانه المسلمين وغير ذلك، هذا كله يدخل في العلاقات الربانية. هذا بالنسبة لي علاقة الإنسان مع ربه. العلاقة الثانية وهي حتى لا أطيل، العلاقة الثانية ألا وهي علاقة الإنسان بنفسه. فلا بد للإنسان أن يحسن العلاقة مع نفسه. الله عز وجل في كتابه العزيز كذا آية، العديد من الآيات القرآنية يعني يوجهنا فيها إلى تحسين نفوسنا، ويكفي في ذلك آية واحدة ربما نقرأها، هي قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يعني الإنسان لا بد أن يحسن لنفسه إحسانا شديدا وأن لا يلقي بها إلى التهلكة. يعني وهنا لا بد أن نتحدث قليلا عن الشباب وعن الصبية وما ابتليت به الأمة الإسلامية من المسكرات المخدرات والتدخين وغير ذلك، الذي أصبح معضلة من معضلات الزمان، وأصبح يعني أكبر شيء يهدد شبابنا ويهدد صبياننا. أصبحنا نرى يعني حتى لا حياء ولا يعني لا حياء ولا قدر ولا حشمة في الشباب. أصبح التدخين علنا والمسكرات والمخدرات وغير ذلك. هذا هو من الإساءة إلى النفس. الله عز وجل هذبنا في كل شيء في قرآنه الكريم، في الأكل والشرب، في اللباس، في حتى في الصحة وفي الجسم. اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذا من ناحية الأكل والشرب. واقرأوا قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد ولا تسرفوا. وقوله تعالى كذلك من ناحية الصحة، والآيات في ذلك كثيرة. فلا بد الإنسان أن يحسن يعني علاقته مع نفسه، ويكفي في ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث سيدنا جندب بن معد يكرب رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ عبد أو ما ملأ امرئ وعاء شرا من بطنه، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فهذا من باب الإحسان إلى النفس، إنسان أن يراعي الميزان الحقيقي لنفسه في الأكل وفي الشرب، وكذلك تهذيب الجسم صحيا. وهذا كله وارد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتهذيب أيضا الجسم من ناحية الثياب والنظافة وغير ذلك. جاء شرعنا الكريم أو شرعنا الحنيف جاء دائما بتحسين الهيئة المسلم، بتحسين هيئة المسلم، كما قرأنا سابقا: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فكش منها الإنسان يمشي إلى المسجد وهو متسخ يؤذي الآخرين، فهذا من باب إزاية الناس. فلا بد للإنسان أن يحسن هيئته مع نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني من الأحاديث التي رويت عنه ويروي ذلك سيدنا جندب بن سعد رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان إذا حضر إليه وفد من الوفود لبس أحسن الثياب، وقد رأيته وقد حضر عليه وفد كندة، وهي إحدى القبائل، وفد كندة حضر عليه، فكان يلبس يعني يلبس بردة نجرانية، والبردة هي يعني كالبرنوس أو شيء كالعباء أو يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم. ورأيت معه أبا بكر وعمر بن الخطاب وقد لبس أحسن الثياب. هذا من باب تحسين الإنسان حتى إذا أراد أن يلاقي أخيه، يلاقي والديه، يلاقي يعني أي إنسان، لابد أن يحسن نفسه. وهذه العلاقة تكمن بعلاقة الإنسان بنفسه. ثم النظافة التي أمر بها الإسلام. شوف سبحان الله، الصلاة إذا أردنا أن ندخل إليها لا ندخل إليها إلا بالطهارة، وهي شرط، والشرط الذي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء قبل كل صلاة، وأمرنا كذلك بالاغتسال إذا رفع الإنسان وقع في جنابة أو جامع زوجته أو غير ذلك. هذا إقبال مع الله سبحانه وتعالى، فما بالك بالإقبال مع الآخرين.
كذلك الإنسان محال الإنسان يأتي إلى المسجد ويؤذي الآخرين يعني بروائح كريهة. وتعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم إياكم أن تقربوا الشجرة الخبيثة. هذا الحديث ربما الإنسان يسمعه ولكن لا يعرف معناه. هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا. والشجرة هي شجرة البصل والثوم، شجرة البصل والثوم، فلا بد للإنسان يعني هذا من باب النظافة. وكذلك لا بد للإنسان أن ينظف سواء كان شعره، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة في هذا المجال، حتى أنه قال يا عن الشعر، قال أكرموا هذا الشعر، أكرموا هذا الشعر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والحديث في مسند الإمام أحمد بن حنبل وغيرها من الأحاديث التي تحث على العلاقة، علاقة الإنسان بنفسه وأن يحسنها. شوفوا تحضرون هنا يعني قصة قارون. قارون رغم ما أوتي من الأموال وغيرها من ذلك، والحرص على الدنيا والحرص على الأمور التي يعني الأمور التي يريد أن يأتي بها في الأمور التي يريد أن يأتي بها يعني في تلك في هذه الدنيا من الماديات وغير ذلك، إلا أن الله عز وجل قال له ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. هذا قارون كافر، ولكن الله عز وجل أمره بالإحسان. الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير.